أهلا بكم من جديد في بانوراما محلية للحديث أكثر عن حركة مرور المسافرين الحاصلين على اللقاح بعد قرار فتح المنافذ البرية والبحرية لهم. ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي المتواجد حاليا في منفذ النويصيب الحدودي. بداية فهد، الله يعطيك العافية على هالمشوار لكي تنقلنا الصورة من أرض الواقع. كيف هي حركة مرور المسافرين من حولك؟ مساء الخير زميلي محمد، تحية لكم والمشاهدي برنامج بانوراما محلية من المواطنين والمقيمين. فعلا كما أسلفت، متواجدون الآن في منفذ النويصيب البري، وذلك لمتابعة تنفيذ الجهات المعنية بقيادة وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء والخاص بالسماح بالمواطنين الكويتيين وأغربائهم من الدرجة الأولى، إضافة إلى العمالة المنزلية التي تعمل لديهم لدخول البلاد أو مغادرة البلاد من خلال المنافذ البرية، سواء كان في منفذ النويصيب أو منفذ السالمي. وسط جهود كبرى تبذل من كافة الجهات المعنية بقيادة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى الجهات المعنية الأخرى والتي ساهمت في تسهيل عملية دخول وخروج المسافرين من وإلى الكويت، لتسليط الضوء بشكل أكبر على سريان قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. يسعدنا أن نستضيف العقيد يوسف يعقوب المهيني، مدير إدارة منفذ النويصيب، للحديث أكثر عن شروط المسافرين من وإلى الكويت وبعض الأمور الخاصة في التطعيم والأمور الأخرى ذات الشأن. مساء الخير العقيد يوسف، جهود كبرى تشكرون عليها في منفذ النويصيب، كيف تسير الأمور في منفذ النويصيب فيما يتعلق بالسماح للمسافرين من الكويتيين وأغربائهم من الدرجة الأولى في هذا المنفذ، وما هي الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في كافة المسافرين في هذه الفترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نمسي عليك أخوي فهد وعلى المشاهدين. تطبيق لقرار مجلس الوزراء اللي صدر بأن يسمح بالمواطنين الكويتيين وأقربائهم من الدرجة الأولى وعمالتهم المنزلية بالمغادرة عبر المنافذ الحدودية بشرط حصولهم على جرعة كحددنا أو جرعتين من التطعيم المعتمد من قبل وزارة الصحة الكويتية، اللي هو فايزر أو إكسفورد أو موديرنا أو جرعة واحدة من جونسون أند جونسون. وطبعا من يوم الثلاثاء بدأ تنفيذ هذا القرار في المنافذ البرية وبالأخص في منفذ النويصيب ومنفذ السالمي، وكانت الحركة جدا يسيرة على المسافرين ولله الحمد، ما زالوا العمل خفيف الحين وجاري تطبيق القرار هذا بحذافيره. يعني كم عدد يعني المسافرين تقريبا يوميا منذ تفعيل قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، إضافة إلى ما هي الاشتراطات التي يعني يجب أن تتوافر في المسافرين؟ أول شيء طبعا عدد المسافرين ما يقارب من 600 مسافر في المغادرة إلى 1000 يوميا. طبعا هذه احصائيات فقط المسافرين باستثناء احصائيات الشاحنات او موظفين النفط، احنا نتكلم بس عن المسافرين تقريبا من 600 الى 1000 يوميا، هذا في جهه المغادره. وطبعا من الشروط المغادره اول شيء يكون جوازه ساري المفعول صلاحيته ساريه الصلاحيه، ويكون عنده التطعيمات في برنامج مناعة أو تطبيق هويتي نتأكد من الجرعات اللي حاصل عليها ومعترف فيها، وبالإضافة إلى شهادة البي سي آر أنه ما تجاوز 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة. تعاونكم مع يعني الإدارة العامة للجمارك، الكوادر الطبية التي تعمل في منفذ النويصيب، كيف كانت يعني؟ والله أنا شهادتي مجروحة فيهم. طبعا احنا كلنا قاعد نعمل في هالجائحة هذه من بدايتها كفريق عمل واحد كإدارة واحدة، وكلها تنصب المصلحة هذه إلى الوطن وتسهيل وتذليل العقبات على المسافرين.
وللتعاون دائم بينهم، وشهادتي مجروحة فيهم سواء كان وزارة الصحة أو الإدارة العامة للجمارك، كلنا نعمل كإدارة واحدة. بالنسبة يعني لجهود رجال الداخلية في منفذ الوصيب، كيف تقيمها وما هي النصيحة التي توجهها إلى كافة المسافرين في هذه الفترة؟ طبعا ما يخفى عليكم أن في المنافذ البرية الوضع يكون استثنائي شوي، يعني يكون رجال الأمن معرضين للعوامل الطقس سواء الشمس أو الغبار أو الرياح الشديدة، في كل هالظروف يعملون بكل طاقتهم. أنا ما أقول بس وزارة الداخلية، كذلك وزارة الصحة والمدنيين في وزارة الداخلية والعسكريين والضباط موظفي الجمارك، الكل يعمل بكل طاقته لتذليل العقوبات لجميع المسافرين. وطبعا ودي أنوه وأذكر للأخوة المسافرين قبل وصولهم إلى المنفذ يتأكدون من صلاحية وثائقهم للسفر، ويتأكدون من أنهم حاصلين على جميع التطعيمات وشهادة البي سي آر ما تعدل 72 ساعة، عشان لا يتعنى يوصل إلى المنفذ ويحصل نفسه مو مستوفي الشروط ويرجع، سواء كان بالدخول أو المغادرة. خاصة الدخول مرات يجون ناس قاطعين 500 كيلو 400 كيلو وينصدم هنا جوازه منتهي أو البي سي آر منتهي. فنوح عليهم أنه قبل ما يطلع يتأكد من صلاحية الجواز والبي سي آر وأنه حاصل على الجرعات. وكذلك ودي أنوح على المغادرين، عندنا الجانب السعودي ما يقبل المواطن الكويتي إلا إذا كان حاصل على جرعتين، يمكن إحنا نسمح لأنه يغادر بجرعة واحدة، لكن الجانب السعودي ما يقبل المواطن الكويتي إلا في جرعتين، ويستثنى من ذلك إذا حاصل على جرعة واحدة من تطعيم جونسون أو يكون له صلة قرابة، المواطن الكويتي عنده صلة قرابة بمواطن سعودي من الدرجة الأولى. طبعا كل الجهود تبذل من أجل الكويت، والكويت نعم. تستاهل، تستاهل الكويت، تستاهل. كل الشكر والتقدير للعقيد يوسف يعقوب المهيني مدير إدارة منفذ المصيب، وشكر موصول لكافة الكوادر الوطنية التي تعمل من قبل وزارة الداخلية أو من قبل وزارة الصحة أو من قبل الإدارة العامة للجمارك، كل الشكر للجهود التي تبذل من أجل التصدي لجائحة فيروس كوفيد-19 من دولة الكويت. من منفذ المصيب زميلي محمد، نعود إليكم وبرنامج بانوراما محلية. الزميل فهد التركي من منفذ النويصيب نقل لنا الصورة الحية، شكرا لك ولضيفك الكريم ولجميع العاملين في وزارة الداخلية.